رجعنا سريعا ونورنا دلوقتي في الاستوديو استاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي الكبير ورئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع، منورنا كالعاده هنا. ربنا يخليك يا رب، انت اللي منوره وقناه النادي الاهلي دايما منوره. طبعا احنا هنتكلم اكيد عن لقاء النادي الاهلي اول امبارح يوم الجمعه اللي فاتت على استاد رصدس وخساره النادي الاهلي لللقب اللي كلنا كنا قاعدين مستنينه. التسعة يا أهلي بحسب الجمهور العظيم يعني اللي كان عامل سبورت للنادي وكان يأمل يعني أن العروس السمراء تعود مع الفارس الأحمر، لكن الأقدار الكروية أحيانا بتبقى ليها خصوصيتها ودايما النادي الأهلي يعني القدر الكروي بيبقى مديله حقه بقدر الناس اللي بتجتهد في إدارة النادي جيل ورا جيل يعني، وبالتالي احيانا فوز غير مستحق فنيا قد يلقي بظلاله وقد يدفع بالنادي الاهلي لقمه الناس كانت محتاجاها زي كاس العالم للانديه، ومن ثم ربما كانت فرص التغيير تتاخر، فما اعلمه انه مجلس الاداره طبعا ويقود الاسطوره محمود الخطيب احد من اداروا كره القدم عضوا وامينا للصندوق ونائبا للرئيس وكان يعني جنبا الى جنب مع الكابتن حسن حمدي والذين معهم وقتها في العام 2003 عشان جمهور الاهلي يفتكر، لما اعادوا صياغه تقريبا تشبه الحاله الحاليه حين تحتاج روح النادي الاهلي لاجساد مختلفه، بمعنى انه ليس لديك لاعبين مقصرين، ليس لديك لاعبين لا يستحقوا ارتداء شعار الاهلي، ولكن تحتاج قماشه اضافيه، تحتاج نجوم سوبر. صحيح. بالاضافه بقى وانا قلت لحضرتك الاول لازم نقول في 90 دقيقه استحق الترجي وعظمه الاهلي ان كل يعني من يؤيده ومجلس ادارته وفنيه اكدوا ده في رادس يعني ان الترجي فاز في 90 دقيقه. صحيح. انما لما يغيب اجاي، لما ينسلخ عن الفريق علي معلول يعني أزاره ادي ثلاث لاعبين مؤثرين جدا، لما احمد فتحي يصاب مع كامل احترامنا طبعا للوافد الجديد مكمل احمد فتحي وهو محمد هاني، لما فجاه عمرو السوليه تحدث له اصابه داخل ارض الملعب، لما اللعيبه ولو ان ده برضه لا يؤثر على شخصيه البطل يلاقوا زميلهم داخل بثمان غرز في وشه واخد بال حضرتك ويسمعوا ان الجمهور بيترمي له السندوتشات والشوكولاته، ده رغم ان الجانب التونسي الجانب التونسي عند مستويات عليا لانه في اتصالات من السيد وزير الشباب والرياضه السيد السفير المصري مع وزرائهم هناك، الحقيقه تامين غير عادي وممر امن للبعثه كامله بالجمهور بالاعلام بالصحافه الى ان وصلنا لملعب رادس، كل اللي كان حماده زي ما الشباب بيقولوا وعند رادس حماده تاني خالص. يبدو ان الامن اللي عند الملعب اراد لانه كان في ممر اخر لجماهير الترجي انه يوريهم اذا كنتوا صرختوا عند برج العرب، مع ان ده لم يحدث. لم يحدث ان مواطن تونسي على ارضه الثاني بلده الاكبر مصر يعني ده كانوا في حراسه الشرطه وهم بيخلعوا الكراسي وبيرموا ازاز الميه وحاجات كده، عارفين انه هوس جماهيري لكن دي مواعيد الكبار. وبالتالي بدأ فاصل لدرجة أنه أحد شباب مصر الأهلاوي العظيم على كرسي متحرك بيتاخد منه إزازة المية، قلت له شوف مستحيل هو ده الشيء يعني الطيب اللي أنت بتعمله مش هيدخل من غير إزازة المية. طبعا كان الاتفاق أنه الإعلاميين والصحفيين اللي وصلوا يوم المباراة مقابل تأشيرة من الدولة التونسية اسمها تظاهرة رياضية ندخل جميعا ولو مع الجمهور في مدرج الجمهور، فنكتشف أنه يعني إجراءات الامن اللي هناك غير الامن اللي كان بيامننا من اول ما قالوا على البارك على البارك، كان المفروض اللي معانا قايلين لنا نوديكم بالباص عند البوابه. وبالتالي بدات اشعر ان هناك خلاف في الراي لارضاء الجمهور التونسي، وبالتالي ممر شايف الترجي وما بيخشوش عشان يشوفوا ان المصريين او الاهلاويه بيتعامل معاهم الحاجات اللي بقول لحضرتك، رمي السندوتشات في الارض، اول مره اعرف ان الشوكولاته مثلا ممكن تنفجر فما تخشش الملعب، اول مره الاقي ان الباور بانك ويقول لك الشارج نو باور بانك نو، بس ده حقيقي، انا حضرت نهائي تشامبيونز ليج السنه اللي قبل فاتت كان ممنوع ادخل بالباور بانك، المفروض يبقى على الكل، المفروض يبقى على الكل المفروض، لكن لما تبقى الاجابه لما يقول الاجابه ان ده يصلح مفجر ماشي، لكن ما يبقاش جنسيه او جنسيه لا، لكن لما يقول لي ممكن تخنق واحد يا استاذ لا يا عم اخنق مين واعمل ايه؟ نعمل ايه؟ تخنق واحد بالسلك يعني، تخنق واحد بالسلك يا عم يعيشك يا عم اكلمه بالتونسي بالمصري، هي اللقطه كلها
حسبة سياسة في كرة إنه الترجي الكل في تونس حتى منافسي يعرف جيدا عندما يكون الترجي خاوي الوفاض من النجوم كبار ووضع مميز في الدوري لأنه هو كبير الكرة التونسية بتاريخه لازم يلاقوا يعني يستهدفوا حد يشيل عنهم. فكان الاستهداف هو الأهلي الذي سرقهم والذي حطم أحلامهم زي خزاع كده في الرواية العبقرية اللي بنتفرج عليها يعني. وبالتالي كان يمكن ده برضو يمر لولا اللي شفناه. لكن الحقيقة باتفاق مصري تونسي عبر الكبار اللي هو الوزيرين في البلدين معالي السفير طبعا والخارجية التونسية ووزير الخارجية المصري الحقيقة بريزنتيشن شركتنا الوطنية المحترمة اللي كانت عاملة جروبات سياحية الحقيقة كأننا يعني رايحين في كل حتة في العالم بمندوبين وكذا إلا لقطة حمادة اللي هي عند الملعب دي وأيضا القنصل الحقيقة والمهندس هاني بوريدة ومحمد مرجان العميد مرجان أنقذ كثيرين وضبط الأداء بصورة الحقيقة هو دي رجالات النادي الأهلي. ده الجزء اللي هو قبل المباراة واللي لا يمكن حد يقول ان ده يأثر على اللعيبة بنسبة طبعا لكن في مواعيد الكبار لعيبة الأهلي ياما شافت جيل ورا جيل أشياء كثيرة جدا لكن هناك الكثير مما يعمل عليه المجلس ومفوضه طبعا محمود الخطيب في كرة القدم واللجنة الفنية لإعادة ضبط الأدوات خلينا نتكلم بصراحة وده شيء بيميز قناة النادي الأهلي بغض النظر عن المتحدث إن كان يعني من أهل الدار كمحلل من النادي أو صحافي أو كذا في مساحة هنا ويمكن المحللين الأهلاوية مع كابتن سيد قالوا ده أن في جزء فني فائت أن هناك ربما حاجة زي ما قلت حضرتك أن روح الفانيلا لابد من أجساد غالية أصحاب خبرات تدخل إلى هذه الروح مجددا وبالتالي ما أعلموا أن هناك تطوير هام وعاجل جدا صحيح. عقب عودة الكابتن اللي أجل سفره للعلاج أكثر من مرة يعود الأربع إن شاء الله بإذن الله يرجع من ويوم الخميس وطبعا بين السطور تبدو معالم التغيير الكابتن طلب تقرير فني وطبي وأيضا تقرير إداري صحيح. لأن هناك فرائض غائبة كثيرة ليه؟ لأن الأهلي كان بيشارك في أربع بطولات في ذات الوقت لديه قائمة واحدة عمال يودي منها ناس هنا وناس هنا يعني عارفة ما تبقى في مربع عارفة أوضة الاسكواش الكرة في كل الحوائط وبالتالي يعني ايه كانت الاقدار رحيمه ودولاب الاهلي يتحمل غياب الاميره مره ثانيه خاصه بقى انه الاميره الجديده من هنا لشهر 5 ان شاء الله يعني قريبه جدا صحيح. يعني إيه وبالتالي اعتقد انه النادي الاهلي يليق به في التطوير اللي جايه انه نشوف ناس متفرغه تدير كره القدم وده يعني مجرد طرح امل ان يصل لي خبراء النادي الاهلي. طب خليني اسال حضرتك شفت ايه اسباب اخفاق النادي الاهلي ان هو يحصل على الاميره هو ده اللي قلته لحضرتك هناك غياب كامل للرؤيه الطبيه انا مش دكتور لكن اعتقد انه اداره النادي الاهلي لو ضربنا مثلا وقدر ليهم مثلا لقون انا ومش لاقين حد فخلوني انا مدير الكوره او المدير الفني يجب ان يعي الجميع أنه كائن من كان من التتش رحمه الله وصالح سليم للكابتن صالح ربنا للكابتن حسن ربنا يديله الصحة للأسطورة محمود الخطيب مش هيتدخلوا مع العبد لله وهو يدير كرة القدم هيحاسبوه في المواعيد بعد بطولة بعد كتلة من المباريات في الأيام المحطوطة في المنهج ده وبالتالي هو ده لكن الآن الأسباب باتت واضحة يحتاج الأهل لتطوير يحتاج لتطوير الأدوات نفسها لاحظي أن الخطيب لم يكن موجودا مثلا من دورة هناك فاصل زمني بين السيستم من 2003 وما بعدها استمرارا بما حدث في مصر كلها وأوقف كل تطوير وكل تجديد في كل مناحي الحياة مش بس في النادي الأهلي بحلو ومره يعني ومن ثم أنت الآن تحتاجي لأنه يعني شفنا لقطة وليد سليمان المجتهد نجم خاتم سليمان زي ما علاء عزت سميلي وصديق العزيز بيقولها لكن ليست بأن تقرأي القرآن وحده تسددي الكرة وموهبتك نأمل أنه في القادم نلاقي وليد سليمان مسدد ضربة جزاء عنده اندفيدوال كده 50 شوطة نأمل أنه ما يبقاش فيه أطباء مش ما اقصدش مش متخصصين عندهم شغل تاني في عياده او في مستشفى لانه النادي الاهلي يحتاج الان لمستشفى ميداني واحدث الاجهزه نعم احنا اصلا في مستشفى لا ما هو ده اللي بقوله بقى لحضرتك خليني يحتاج لمستشفى ميداني زي كل انديه العالم عارف الاهلي عارف الاهلي ده عملوا امتى عملوا في عصر الهوايه جاب هيديكوتي ثم جاب دور ريفي السير العظيم مدربا
والكرة هاوية والتدريب 3 مرات ليصبح في النادي الأهلي 2 في اليوم على مدار 5 أيام. نأمل أن نرى اللي بتاع التاكلينج بيتدرب عليها، نأمل أن نرى جهاز طبي متفرغ، أحدث الأجهزة، وحدة على أعلى مستوى. أعتقد دي اللي أفكار الخطيبة. أنا مش بقترح، أنا عارف أن الشغل شغال على تحديث كل ده. خليني أسأل حضرتك عن الأسئلة بقى اللي بتدور في ذهن جماهير الكرة المصرية وجماهير النادي الأهلي طبعا بالتحديد. النادي الأهلي ليه مليان إصابات؟ النادي الأهلي ليه مش مستعد؟ النادي الأهلي ليه ما دعمش في الانتقالات اللي فاتت؟ النادي الأهلي محتاج مين؟ النادي الأهلي هيعمل إيه في الانتقالات اللي جاية؟ امتى هنشوف الفريق مكتمل؟ طب عشان نقف عند كل حاجه، النادي الاهلي تجتاحه الاصابات، يبقى في خلل، خلل في العلاج، خلل في منظومه الاحمال، وبالتالي صعب قوي انه تستوي الامور. صحيح. فالكل يلعب، والكل يلعب كل 3 ايام، وهذا هو قدر البطل. وكتاب الكوره بتاع العلاج والاعداد بيقول ان لكل مقام مقال، يعني اللي بيلعبوا كل 72 ساعه ليهم صفحه، اللي بيلعبوا كل 10 ساعات ليهم صفحه. هذه ليست بالمفاجأة، ما يزعلوش مني يعني. ثانيا وهو الأهم، لابد من عودة مدير كرة. يبدو أن الكابتن كان يحتاج لوقت لتثبيت الأركان، وعشان كده ارتضى بابن النادي المدرب العام. من وجهة نظر حضرتك مين أفضل مدير كرة عدى على النادي الأهلي في الحقبة الجديدة؟ لا دول كتير. لا احنا بنتكلم في الألفينات. في الألفينات، في الألفينات طبعا كان ثابت البطل محمد رمضان على عبد الصادق، فيش كلام يعني بترتيب الظهور. صحيح. الحقيقه قامات وهمات على فكره الحكايه. ليه؟ لانه مدير الكره بقول لك لو العبد لله افاءت عليه ظرف ما انه يبقى مسؤول مثلا، تخيليها كده. الاداره لا تراجع من يتولى مهمه، هذا هو الاهلي. ومن ثم مدير الكره ده رئيس جمهوريه كره القدم. صحيح. فهو صباحا يراس الجهاز بمديره ببابا غنوج وبكله، ثم مساء يعود مدربا عاما، فالراجل يقول له النهارده هنعمل كذا، خد المجموعه دي هنا. لا وضع يعني يصعب فهمه شويه. ومن ثم غياب مدير الكره، مدير الكره المتفرغ ماذا يصنع؟ لا تقع منه موهبه في وسط الطريق مقابل سهر. السهر هو شيء طبيعي لنجم مراهق الدنيا يدته وحاجات كده. طيب. يعالج عالج مدراء كره في الثمانينات احتوائه. في الثمانينات اسماء مش هنعدها. عالج في بعدها في اجيال محمد عبد الجليل ومحمد عبد الجليل تحديدا، واجبر على البيات وهو لاعب بالفريق الاول داخل استراحه بالنادي الاهلي اعدت له. ليه؟ بصي، مزرعه المواهب غير مزرعه الفراخ، لا يمكن الكلام عنها باعتبار ان كل أكيد. ان كل يعني فرخه ممكن تبوظ الباقيين فنرميها. لا، مزرعه المواهب للاصلاح. هناك بقى ناس رواتبها عشان تنتبه للحالات دي. صحيح. ومن ثم هذا ما يفكر فيه كل لاعب. هذا ما يفكر فيه. مفيش حاجه اسمها لعيب نمرود، مفيش حاجه اسمها لعيب غلط فيبقى يبعد. ودي برضو انا مستكترها على مستر كارتيرون اللي هو خواجه الحقيقه، ما اعرفش حتى ممكن تترجم له ازاي. لكن الضغوط على الرجل. مين شايف موهبه اتظلمت ان ما تمش احتوائها في النادي الاهلي بالطريقه الصح؟ كتير. زي مين؟ زي صالح جمعه. صالح جمعه شفت ازاي تصريحات صالح جمعه من يومين؟ انا عايز ربع فرصه بس وارجع النادي الاهلي. الاخيره صحيح. يبدو انه انتبه، لكن على فكره ده معناه انه في اشارات صوتيه راحت له. هنا بقى يبقى امر بيتصلح. عشان كده انا بقول للناس وانا مسؤول عن كلامي، الخطيب والذين معه كانوا بيفكروا في ده، بس اين التوقف لاجراء التعديلات؟ حتى في ما هو معلن من انه محمد يوسف ابن النادي والمدرب المشهود له بالكفاءه التدريبيه بالانابه. طب ما لو كابتن عايز مدير كوره خلاص كان خلاه مدير كوره. لكن يبدو ان الاوضاع قبل ما احط الناس بوضب الكراسي بالبلد. صحيح. يعني وبالتالي بالإنابة، لأنه يبحث عن الشخصية. صحيح. التي تصبح مديرا للكرة. صحيح. يبحث عن التواصل بين القطاع. مشتروات النادي الأهلي ولديه الحقيقة كتيبة في اللجنة الفنية، كابتن ناجي وعلاء والمجموعة وحمد برادي، عشان ما يسقطش مني حد يا ريت تكمل لنا لو الأسماء كلها بيختاروا. لكن كان كتير علينا برضو ان الجزار ومحمود علاء او احمد علاء اخو محمود علاء لما يجوا ما يخشوش جسم الفرقه بسرعه. كان كتير علينا برضو انه لاعب بجديه وموهبه صلاح محسن لما يدفع فيه 38 مليون، صحيح مش مع الجهاز ده من قبله، لكن يتقال اصله تحت الانسجام. لا، الانسجام دي مكرونه مش كوره. يعني ما ينفعش النجم الغالي هو من يلعب من اول مباراه. ليه؟ لان هو حاسس انه نجم غالي، هو جاي لك والناس عارفاه. حدث ايضا مع ناصر ماهر نفس الحوار تقريبا. مش حاجه اسمها كده، مش حاجه اسمها عقوبه انه اللي هي ايه
عقوبه تاديبيه مدرسيه. ناصر ماهر عشان لعب ماتش خماسي يا ست، ما يلعب ماتش خماسي لابد ان نعيد ليه اتزانه. صحيح. هؤلاء شباب مراهقون ممكن يتقرس ويتقرس. لو جينا نتكلم عن اوروبا والمساحه في قناه الاهلي هي مساحه رائعه. النجوم في اوروبا بيجيبوهم من ديسكوهات وبارات ثم يصلحوا الى ان يثبت ان هذا الغض الشاب النجم الذي اعطته الحياه ورب العباد الكثير، لا هو بقى كده جاب اخره. جاسكوين في انجلترا فضلوا وراه من مصحه مقابل الكول والحاجات دي 6 سنوات كامله يحاولوا اعاده صيانته. ومن ثم اصل دي، بص يا استاذه، دي وظائف ناس عشان تبقى عارف، يتقاضوا اجور عشان يناموا اللي ما بينامش ويصحوا اللي ما بيصحاش، واللي بيشرب ميه وبدلها لازم لبن يسقوه لبن ويحكي له حواديت. هذا هو عالم الاحتراف الذي بدأه الاهلي في وقت الهوايه. انا عايز اسال حضرتك على حاجه دلوقتي. مثلا الجمهور اللي بيشوفنا عبر التلفزيون مثلا، احنا بنتكلم عن موضوع مش عشان سهر هنقع عليه عقوبات كبيره، مش هنقطع راسه خلاص عشان خرج او عمل او 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 في أو سنه ده. بس في حاجه دايما الموضوع بيبقى فيه تضارب ما بينه وما بين بقى الاخلاق والقيم والنادي الاهلي، وما ينفعش وما ينفعش. مين اللي قال دي اخلاق؟ هو لازم أيوة السهره دي، هو لازم السهره دي تكون سهره ماجنه؟ لا، هو ده اللي بيتكلم فيه. ممكن تبقى في كافيه، ممكن تبقى في مكان فيه مزيكا، تعيش ب 100 شخص، تعيش ب 100 شخصيه زي الدوله. وبالتالي فلافيو كان بيحط علم انجولا لما ياخد شامبيونز ليج. الراجل صبري البلايلي الجزائري حط علم الجزائر وتسلم ميدالياته ولا يعيبه في شيء. وبالتالي احنا ضحيه شخصيه الصبح وشخصيه بعد الظهر. احنا ضحيه انه نكبر الامر ونحط صور وحاجات. طيب مين بقى بعد ما شاف الصوره اشتغل؟ ما حدش يزعل مني يعني. لم يعمل احد. وقلت لحضرتك وبكررها، لا مش كل بيضه فيها موهبه زي ما قلنا مزارع الكتاكيت. لا، ده الموهبه يصعب وجودها. عشان كده يقول لك ثقل المواهب، هو من ضمنها السهر والحمى عليها زي الام اللي بتربي يعني صغيرها خشيه بقى نزله شعبيه ولا برد ولا اكله وحشه، هي نفسها في الكوره. لكن ازاي ما فيش تفرغ كامل في النادي الاهلي؟ يعني ايه لاعب مرة نسمع في النادي الاهلي وغيره، طبعا بتكلم على الكرة المصرية، لكن الاهلي كان دايما بيقص الحاجات دي بدل انه يقول لك ايه، اصل يغيب غدا الامتحان. نعم، لا حضرته ما يمديش احتراف، لو عايز بقى عنده امتحانات عشان مستقبله يشوف له تعليم بالنت. لكن وبعدين نطلع الاداري باطل يقول لك نجح بحول الله في الوصول اليه في لجنة الامتحان وعاد به الى الملعب. طب هو امبارح كان بيذاكر ولا كان مركز؟ ما على فكرة في نجوم في اوروبا من الاهلي واندية اخرى لما قال عندي امتحان بقى محل النكته، مش هقول السخريه في حجره الملابس. لابد من نوع من التعليم طبعا، بالاضافه بقى للي واخد تفرغ من وظيفه وبيشتغل. ليه؟ يقول لك عشان التامينات والمعاشات، مع انه في بوليس التامين اللي يبطل بدري يكسب اكتر من اللي كمل 50 سنه كوره. وبالتالي هذا ما يعيد الاهلي صياغته. انا بقول بمعلومات، الاهلي يعيد صياغه الكراسي. عشان كده لم تظهر اولا الشخصيات، اولا تعيد ترتيب الاوضه، يعني هنحط هنا ايه وهنحط هنا ايه والمكتب ده ايه والمكتب ده ايه. هل يمكن اصلا انه ما يبقاش فيه اسباب واضحه لانه حد واخد على خاطره، لانه حد تاني يخرج من التمرين يروح وتلاقي حد كاتب ربنا معايا حسب الله ونعم الوكيل؟ هذه اشياء لا في كره القدم وبالتحديد لم تكن من ظهار النادي الاهلي على مدار تاريخه، واعني بها الهوايه قبل الاحتراف. ومن ثم اعاده الصياغه دايما لما بتبقى هدف المصريين كانوا بينتظروها من النادي الاهلي زي ما قلت لحضرتك، وبوقائع ويعني مستعد نسردها او اقولها لكم وتسردوها في حلقات. بوقائع الاهلي اتى بهيديكوتي ليدرب 5 ايام في الاسبوع ويوم الماتش، واللعيبه تبات في فندق بعد ما كان التدريب 3 مرات، والاهلي بياخد الدوري بالجيل الذهبي العظيم بتاع الكابتن خطيب ب3 مرات تمرين وحاجه اسمها تراي ماتش، والغدا في مطعم النادي، والباص ياخدهم بتاع مصر للسياحة الشركة الوطنية وديهم الاستاد. ومن ثم طور الأهلي، ثم أتى بدون ريفي وهو من هو في عالم الكرة الإنجليزية مدرب إنجلترا، ثم أتى بفايسا ليقدم 3-5-2 كما كل العالم. وبالتالي أتى العام 2003 ليطور النادي الأهلي مرة أخرى ويأتي بمانويل جوزيه ويختار مديرا فنيا جائع للبطولات، أجريسيف جدا، عصبي جدا، طيب جدا، اللي هو مع تاجر السعاده ابو تريكه مره يقول له انت افضل لاعب شفته، ومره تانية يقول له هو ار يو،
خليط كده في المدربين يخلي اللاعب يحبه ويحترمه ويحضنه ويبوزه ويخاف منه. لا قصة احترافية صحيح. كل يمكن جيلنا لحقها تبدأ دائما من النادي الأهلي ثم تنتقل. عشان كده يعني يجب ألا يقلق الأهلوية. صحيح. عشان كده طب اللي أنا استشفته من كلام حضرتك دلوقتي إن يمكن الجلسة القادمة اللي هتكون يوم الخميس دي هيتم النقاش فيها عن الأحمال والعلاج ومدير الكورة والمواهب اللي لازم يتم العفو عنها وتاخد فرصة تانية ويتم احتوائها ويتم توجيهها وتوظيفها بطريقة صح تساعد النادي الأهلي وتساعد نفسها. عارفة زي إيه بالظبط؟ هو احنا واقفين فين يا جماعه؟ هو اللي حصل في النادي على مدار السنوات اللي فاتت ده رغم ان الامور كانت سايره، ما هو الاهلي بيسبق بخطوات بالروح وكذا وبوجود خامات، لكن احنا واقفين فين في الصناعه؟ هذا ما يراجع الان. صحيح. وبالتالي اعتقد انه ده حتى لا يجب ان تصفيها بايه؟ بثوره قادمه، لا 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 لا، هي اعاده ترتيب دولاب كره القدم يعني، لانه الاهلي الحقيقه لا يتحمل جرح تاني، وبالتالي لا يمكن ابدا. وفي الأربعين دقيقة الأولى في المباراة لمن كانوا في الملعب أدلة كثيرة، 40 دقيقة معين الشعباني ناقص يرمي على لاعبته أزاز ماء عشان يفوقها لمجرد أن هناك 11 لاعب يرتدوا شعار النادي الأهلي، اللاعب يجي له الكرة على الخط تفلت وتطلع أوت، اللاعب يباصي مش لاقي نفسه، الراجل الأسمر اللي معاهم رجله بتشد أوفرلود مش عشان هو تعبان، حاسين إن الأهلي ده حاجة كبيرة قوي، لكن فجأة اكتشفوا انه زيه زي غيره، وبالتالي كمان الهدف نتاج عدم التركيز لم يكن لائقا ابدا. الغريبة برضو ان كارتيرون اكتشفت انا انه كان لازم يغامر بل يقامر ايضا، يعني قلنا بين الشوطين الحل على قد فهمنا في الكورة وشاركنا الكثير يعني من القريبين اكتر مننا من الكورة، كان عليه ان يدفع مثلا بصلاح محسن وحمودي او صلاح محسن على الاقل ثم ليه حتى يتصل الرسالة إذا كنتم أحرزتم هدف فأنا في طريقي لمحاولة التعادل، لكن أن تستقر الأمور عند المزيد والمزيد من انتظار البلاء ووقوع أو تقليل حجم القدر، فالحذر عودنا في كرة القدم قبل أي منح من منح أنه لا يمنع القدر تماما. صحيح. وبالتالي هناك إشارات كثيرة لابد من التغيير. حتى في سؤال حد يقول لك إيه، طب هل انتهى كارتيرون مع الأهلي؟ الأهلي لا يمكن أن يغير احتمالاته طالما اختار بعناية في الوقت اللي كان بيختار فيه، عشان برضه ما حدش يقول ليه. بما أقصده أنه مش حاجة اسمها يجوا في يناير ويغيروا كارتيرون، هيغيروا الصور وزي ما قلنا والدولاب والأوضة ثم يعمل كارتيرون على الأقل حتى نهاية الموسم. هذا هو النادي الأهلي. صحيح صحيح. طيب انا عايز ارجع مره تانية للقاء يوم الجمعه اللي فاتت، شفت ازاي بقى تصريحات الكاف والكلام على موقع الكاف عن باتريس كارتيرون وهو متواطئ ودعوه باتريس كارتيرون للجنه استماع، شفت الحاجات دي؟ يعني تم وصفها بان الكاف اختال النادي الاهلي نفسيا قبل المواجهه. على راي الكاف سيد وبعدين يقول لك الكاف اهلاوي، اعتقد ان برضو كان في حسبه من المشاكل كان على الكاف حلها، لان برضو إذا خرجنا بره المشهد يعني واتكلمنا بعيدا عن الحاجات اللي وصفها الأهلاوية وهم حقون أنها كانت يعني منقصة لحقوق فريقهم، لكن الكاف عنده نهائي عازم فيه انفنتينو عازم فيه الدنيا بحالها يذاع حول العالم. الكاف هو رقم 2 في كل بطولاته على العالم ما بعد بطولات الفيفا حتى يسبق أوروبا في الشامبيونز ليج، لا متساويين تقريبا. وبالتالي كان عليه أن يبحث عن ممر آمن لإنهاء العمل على موسم كامل، وبالتالي عمل حزمة من التهدئة. القريبين من موضوع الأمور يفسرها لك بأنها نوع من التهدئة لأنه العقوبات تزال في إيده، قال لك ما هو لما يقول على كارتيرون كده بدل ما كارتيرون قال لك طلب حماية خاصة ومش عارف إيه والصورة اللي جابته وهو بيبص على لعيبه وبيقطع الجاكيت، ربما خشية أن يكون هناك ثورة ضده في الملعب وجماهير مهووسة. طب وليد أزارو إذا لم يمنعه الكاف طب من كان سيحميه، خاصة أنه مش راح بعربية لوحده وراح في باص الأهلي. يعني هناك محللين أكدوا أنها حالة من التهدئة لأن البطولات برضو ما ينفعش الكاف يخسرها من وجهة نظر، أنا مش بقول إنما على حساب النادي الأهلي لا طبعا، ولكن في الآخر في حزبة كبيرة اسمها إنهاء الموسم اللي هم بيشتغلوا عليه، كلها مناصب رفيعة كلها كذا، عازمين الدنيا بحالها، عازمين رئيس دولة كرة القدم إنفنتينو والكل شاهد بقى. لكن جدارة الأهلي دائما أنه لا يتعلل ولا يتأثر. هل الاتحاد المصري لكرة القدم
كان داعم لنادي الاهلي قدر المستطاع، لانه برضو الفكره مغلوطه. خلينا نكون صراحة، ما هو اكيد لو الاتحاد المصري مش داعم اكيد النادي الاهلي ما كانش هيسكت بصراحه شديده. النادي الاهلي ليس لديه ما يمنعه من الكلام بالتاكيد، لكن الحاله بتبقى ايه؟ اصدر الكاف، طب الاتحاد المصري صدر للكاف عدم رضا النادي الاهلي ورضاه عما صدر. بين السطور ربما تكون هناك يا عم كده كويس. طيب وهل الاتحاد المصري أثر في المباراة الأولى؟ كان موجود، والكاف ما كانش عنيد مع النادي الأهلي، لكن هم دي شطارة كروية تونسية وقت الغمة الكروية يعني. صحيح. يروحوا مصدرين لكل المشهد فيطلعوا الجزائر بتحبنا احنا، رغم ان هم اخترعوا جزائريين وانا متاكد انهم مش جزائريين يعني. في الملعب يقول لك 1 2 3 فيفا الجيري، يا عم انت مالك، هي القرعه وبنت اختها يعني. لكن الحكايه هي 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 حرفيه عندهم في كره القدم على فكره، وانت اكيد عشتيها حتى بمحاولات الاصابات وادعائها وكذا وماذا. إيه انت في حاله على بعضها، لا يمكن النادي الاهلي يتعامل كالاخرين. يعني ايه؟ يعني لا يبحث كثيرا الكاف معاه ولا ضدي. الاهلي كان يجبر الجميع، الاهلي في كوتوكو في العام 82 وبهدف الاسطوره محمود الخطيب، كان هناك مشهد ده الدنيا ساعتها قالوا انه ملك الاشانتي مات فلا بد من ذبح 2 من الاجانب. اسالي حضرتك. ولكن الاهلي لعب وتعادل وعاد باول كاس مع العظيم محمود الجوهر رحمه الله في ظل وجود كابتن صالح سليم وكابتن حسن حمدي والخطيب طبعا ومصطفى يونس والمجري وهذا الجيل العظيم في الملعب يعني. ومن ثم الاهلي لم يعتذر على ايجاد المبررات، منطقيه بعضها اكيد، لكن من متى يعتمد الاهلي المبررات بديلا للتحول نحو الافضل؟ صحيح. هتلاقيها النتيجه بسم الله الرحمن الرحيم صفر، ما بيعتمدهاش خالص. صحيح. طيب انا عايز اسالك، الجمهور، جمهور النادي الاهلي الحقيقي مكتئب وزعلان، وعايز اقول لك ان كان في مسيره ماشيه لجماهير النادي الاهلي ماشيين بدموع، يا حرام يعني، حاجه توجع القلب يعني بجد. قد ايه المباراه دي كانت يعني فكره برضو ان انت تبقى قاعد حاطط طموحك كلها ان انت هتنبسط وهتفرح وهيبقى يوم مش يوم عادي ونازل ومتفق مع اصحابك واحنا هنعمل ايه النهارده، كلك ثقه في الفوز يعني، انت مستريح جدا ورايح ضامن تقريبا الفوز. فالمباراة طبعا مشيت بسيناريو يعني غير اللي متوقع تماما بالنسبة للنادي، الجماهير النادي الأهلي فأصيبوا بخيبة أمل. عليهم أن يتذكروا أن الأهلي هو صانع كل أفراحهم، وعليهم أن يتخيلوا أن القادم مع ناديهم دايما بيبقى أفضل، دي يعني دي حصتهم ودي غلة النادي الأهلي. ولكن امبارح أو أول مش عارف، لأن شفته يوتيوب بعد ال 48 ساعة في الشارع دول، صورة لولد بيذاكر في رحلة تونس وواحد تاني معاه حاجه مغطي نفسه ونايم في الارض. كابتن عادل طعيمه وهو احد من اقاموا دعائم قطاعات الناشئين في النادي الاهلي او قطاعات المواهب او مناجم المواهب، قال الصور دي لو الامر بيدي تعلق في غرف ملابس الفريق الاول. هذا هو ما يمكن ان يفيد به جماهير الاهلي بالمسيره بتاعت خيبه الامل، يفيد به نجوم النادي الاهلي فتعود الروح، لكن الروح تحتاج اجساد جديده تلبسها، تدعيمات جديده طبعًا في يناير القادم. طبعا طبعا المراكز اللي محتاجه تدعيم، اللي فعلا حسيت بعد اللقاء اول امبارح ده لازم يكون في تدعيم في المراكز. فرود لفرودين يعني، كان في مسرحيه زمان اسمها لو شلبي يقول له جايبه اربعه جامدين ناشفين عتاوله، فرودين جامدين قوي. اللي هم المدافعين الاربعه محتاجين 2 مدافعين اشداء ايضا في قلب الدفاع، محتاجين نعرف رامي ربيعه ده اللي بقالنا كتير بننتظره، يعني ايه اول ما ينضم للتدريبات الجماعيه تجي له العضله الضمه يعني؟ وايه حكايه العضله الضمه دي؟ ما هي اصله مش حد عامل للاهلي عمل يعني. لا something wrong، في حاجه غلط. ومن ثم الاهلي يحتاج من 4 لـ5 لاعبين في اقل تقدير مع عوده الكتيبه اللي قلناها، مع ظهور بقى الولاد اللي اشتريتهم اللجنه زي الجزار، لانه تخيلي ضمن السيستم الاحترافي. اتمنى واعتقد انه ده ضمن تعديل الدولاب، يعني ايه بكره بعد الماتش ما بيلعبش الفريق الاحتياطي ماتش؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ عالم الاحتراف على فكره كان هناك فريق الامل في عصر الهوايه بيعمل ده، ماتش بمكافاه ووجود خاص جدا جدا. من كان يدير كره القدم؟ صالح سليم وحسن حمدي، والخطيب لاعب يعني ينفذ التجربه. صحيح. وبالتالي انت تستطيع العوده سريعا لانه الاهلي دائما يملك استيراد الاحدث. يعني عارفه فكره انه تبقي بتستوردي دائما التكنولوجي وكذا، خلينا بقى في الكوره، الاهلي دائما بيفتح
الرؤية يعني. عندنا بطولات مهمة، عندنا الدوري المصري، عندنا الكاس، عندنا السوبر المصري السعودي، هنعمل ايه؟ عندنا طبعا كاس زايد للأندية العربية. لا شوفي، اعتقد انه في مباراة يا اما الغيت خلاص، مباراة الامارات، يا اما اوشكت على الالغاء، او يلعبوها بدون نجوم الاهلي والمحترفين على ما اظن. حوار كان داير وانا جاي لكم يعني. اعتقد الاهلي هيبلي بلاء حسن في القادم استكمالا اللي قلته. يعني هيتم الغائها، تاجيلها قصدك؟ الغاء مباراه الوصل الاماراتي. لا مباراه الامارات مع منتخب مصر. اوكي منتخب مصر، احنا بنتكلم عن مباراه النادي الاهلي. بعض المحترفين في الخارج بيقولوا ان مش في يعني مش في الاجنده الدوليه، وفي مشاكل كمان يعني مش مهمه يعني عشان اجي والعب، مش مهمه ليهم كلعيبه يعني. صحيح. يعني ما بلاها والعب الماتش. بالاضافه كمان ان في مباريات كتير جدا كمان متاجله في الدوري المصري الممتاز، ولازم النادي الاهلي اللي دي متاجلات ولا دي اصلا بطوله عربيه لابد ان يشارك فيها الاهلي الكبير عندما تنادي الانديه العربيه والاتحاد العربي، لابد ان الاهلي يقول يا مراحب يعني. وبالتالي الاهلي ربما يعني اكد انه مش هيقدر يبقى في كل الجبهات دي، وكمان تاخدوا لي اللعيبه ماتش ثم يجوا عشان يلعبوا مباراه الوسط. صحيح. وبالتالي الاهلي سيستكمل المشهد اللي انا وصفته لك بملعب السكواش. هيفضل مجاهدا مع ترتيب دولاب وتوفيق الاوضاع في البيت الاحمر. المطلوب من لعيبه النادي الاهلي في الفتره اللي جايه ان يقدموا افضل ما عندهم، لان برضو بصي هو الاهم انها ما كانتش نرجسيه ولا تخاذل، لكن الروح كانت بعافيه شويه، اللي هي ساعات بتعوض حاجات، لا الروح كانت بعافيه شويه. عليهم بقى ان يعني ان يتيقنوا ان هذا هو ما يمكن ان يقدموه للنادي الاهلي. صحيح. افضل ما لديهم. بتشوف الانتقادات ازاي؟ والدليل ان ما حدش بيحاسبهم على ايه، انت يا ابني كويس ولا وحش. صحيح. انا بحاسبك كيف تمثل النادي الاهلي. طيب. رايك في الانتقادات اللي بتيجي من بعض الجماهير بيقولوا اللعيبه ما كانتش بتلعب النهارده، كانوا بيتخاذلوا، كانوا متهاونين، هو ده منطقي؟ هو حد منهم عنده دليل كاهلاوي؟ انا بتكلم على الاهلاوي. اصلا على فكره انا مع ان الزملكاوي مش لازم يشجع الاهلي ولا الاسماعيلي. لا طبعا مش لازم خالص، احنا بنقول للناس كلام بوشين، كلام بيؤدي في الاخر ان الملاعب ما يبقاش فيها جمهور يا ناس. عشان بنقعد نصنع حاجه غير الدنيا كلها. وبالتالي انا بسالهم بقى الاهلاويه، من متى تعرف عن لاعبيك التخاذل؟ من متى تعرف عن لاعبيك الخذلان؟ من متى تعرف عن لاعبيك التواطؤ او اي مرادفات من اللي حضرتك بتشوفيها؟ وهل ده منطقي ان انا لاعب هنزل دلوقتي هحط اسمي في تاريخ جديد وهكتب اسمي في تاريخ؟ مستحيل. ممكن اتخاذل او اتهاون؟ مستحيل. لكن ضمن ما يدرس الان، بس الواحد بس مش عاوز يقلبها لحاله نواح. من ضمن ما يدرس الان انه لسه ليا وهو يقدم افضل ما عنده فجاه يا عيني يصاب. لا في ديفوهات في الشغل يا جماعة. ليه محمد هاني بعد خبطة والتانية ما قدرش يكمل؟ لأنه واضح إن ما فيش إصابة نتاج ضربة جامدة يعني. صحيح. يعني لا في كتير. ليه لعيبة الأهلي الوحيدة اللي محطة الشرايط الملونة اللي هي شرايط التخدير دي؟ إزاي يعني؟ إزاي ما بيرجعش سليم 100% يعني؟ يعني حاجة برضو غريبة. وأوعى، أنا آسف، لن أقبل من أي مسؤول فني في النادي الأهلي نقول له كل 72 ساعة يا عمنا دي مش مفاجأة بالنسبة لك. يا عمنا هذا هو قدر النادي الأهلي، وبالتالي لابد من منتج جديد. لكن على الجماهير بقى اللي هي عظمة النادي الأهلي. صحيح. اللي هي قالت للجمعية العمومية يوم انتخاب المجلس نحن شركائكم، ويمكن أنا قلت لكم هنا في القناة وقتها إنه كان مشهد عالمي، إنه الناس واقفة كجمعية وقدهم وأكتر جمهور وبيتفقوا مع بعض يختاروا مين، عشان بيقولوا أنا صاحب الحق زيك. صحيح. فأحدث هذا الاتفاق. صحيح. تخيلي. وبالتالي لا داعي لسحب ما لدى الأهلي من كبارة مقابل التشكيك من البعض، لأنه ده في الكرة طبيعي جدا. عشنا أعمارنا كلها وأهالينا، الأهلاوي يغيظ الزملكاوي والتانية عشان يروح القهوة هيتضايق وكذا، ما عدا طبعا السخف وقلة الأدب وسبة وضربة. ما أنا بقول لحضرتك لكن مفيش كرة دايت، أوعي تصدقي الكلام ده. صحيح. استاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي الكبير ورئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع، نورتنا النهارده في كلام الميديا. دايما بكون سعيده وحضرتك معانا. والله العظيم انا اسعد، خاصه انه دايما عجله التنوير الكرويه بتبدا وتنتهي في القلعه الحمراء، لانه فعلا ده قدر الكبار زي ما بيحدث في كل الدنيا. وجمهور الاهلي ما ينساش ان اهليه الكبير اللي هو بيعتز بيه هو من وصل لجداره ان يصبح منافسا على الاكثر تتويج في العالم ثم يفوز بها. صحيح. وبالتالي
هذا هو قدرك يا دي مشقية على رأي في المصارع دي الأيوب. شكرا ليك أستاذ عصام، مشكركم جدا على حسن المتابعة، أشوفكم بكرة إن شاء الله الساعة 5 مساء في حلقة جديدة من كلام في الميديا. يوم سعيد عليكم.